مش معقول تكون انت اللي سرب المعلومات. اكيد هي. ده اللي ارجوك. هاي نتيجة الثقة اللي مش في مكانها. ما سمعت السيد جواد شو قال؟ صاحب الشركة كان واثق كتير قبل فتح العطاءات. مش ممكن، مش قادر اصدق. هاي مش اول مرة. قالوا شو؟ حضرتك اصريت اعتذر لها. نعم سيد سلطان. روان في عنا مشكلة. مصيبة. بقدر اساعد؟ انت الوحيدة اللي بتقدر تساعدي، طبعا اذا حكيت الصحيح. روان، بتتذكر الملف اللي اعطيتك اياه قبل مدة؟ اي ملف؟ اللي طلبت منك تصوري نسخة واحدة بس. اتذكرت، وحضرتك اخذت الاصل والصورة كمان. ركزي معي وتذكري، حكيتي شي عن المعلومات اللي فيه لأي حدا من الشركة أو خارج الشركة؟ لا، حتى الأرقام اللي فيها ما بتذكرها، ما بتذكرش أي شيء. حدا من الموظفين دخل مكتبك وبالصدفة شافه أو اطلع عليه؟ أكيد لا. سلطان ليش بتضيع الوقت؟ كل شيء واضح. إذا بتحكي كمان كلمة برا. سلطان! ولا كلمة! أنت ما بتعرف تضلي ساكتة. أنسي روان، المعلومات اللي بالملف ما حدا بيعرف عنها غيري وغيرك انتي. مش فاهمة ايش مطلوب مني. المعلومات اللي بالملف تسربت لشركة منافسة وخسرنا العطاء. برضو مش فاهمة شو المطلوب مني. تحكي اسم اللي بعتيه المعلومات وقديش دفع لك. انا بعت المعلومات؟ هيك قصدك سيد سلطان؟ بتتهمني اني بعت المعلومات وسربتها؟ أنا ما بتهمك، أنا بحقق في الموضوع. بتحقق في الموضوع؟ يعني أنا متهمة؟ لا يا سيد سلطان، مش أنا اللي بتبيع المعلومات وبتسربها، مش أنا اللي بخون الأمانة، مش أنا. ما بتتهمها يا سلطان؟ موظفة بتشتغل عندك وبدون راتب وإلها سوابق وما بتتهمها؟ سيد جميل، لو سمحت خد بنتك وروح. بتضرنا يا سلطان؟ بكفي بكفي إثارة أعصاب أكثر من هيك، لو سمحتي. يلا يا بابا. أنا آسف سيد سلطان، بنتي مش عارفة تلم لسانها. بكرر آسفي. البيت، ترك الشغل والمكتب، مقدمة استقالتي وهذه مفاتيح المكتب. بهالسهولة مستقيلة؟ ومش ممكن أتراجع، بكفي اتهامات وإهانات. تحملت الظلم مرة مش ممكن أتحمله مرة تانية. سيد سلطان، أنا ما عاد طايق الشغل معك ولا طايق أشوف وجهك. أعتقد مش من حقك تستقيل وتترك الشغل. ما في قوة بالدنيا بتمنعني. أنا بمنعك وانت عارف ليش. ما عاد تخوفني. السجن ما بخوفك؟ السجن أرحم ألف مرة من الشغل معك. لما يطلع أخوي رامي من السجن بتحمل مسؤولياته. عن إذنك. سيد سلطان، أعمل اللي بدك إياه.